في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدي لجرائم الاتجار وتهريب المواد المخدرة، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديريتي أمن المنوفية والسويس من ضبط 425 تربة لمخدر الحشيش بحوزة ثلاثة من العناصر الإجرامية بالمنوفية والسويس، واعترفوا بحيازتهم لهذه المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. واستمرارا لجهود الإدارة لضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، وجهت عدة حملات أمنية مكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية لحماية رواد هذه الأندية والشباب من مخاطر تعاطي المواد المخدرة. وأسفرت نتائج تلك الحملات عن ضبط 59 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 63 متهما بحوزتهم كميات متنوعة من مخدرات البانجو والحشيش والهيروين والستروكس وأقراص مخدرة ومبالغ مالية وهواتف محمولة. بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي ومديريات أمن المنوفية، نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في ضبط ورشة غير مرخصة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والذخائر وبداخلها 44 قطعة سلاح ناري متنوع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة والأدوات والعدد المستخدمة في عملية التصنيع. شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مكبرة استهدفت بها ضبط المخالفات والقضايا المتنوعة التي تقع في نطاق اختصاص الإدارة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 61 طن أعلاف حيوانية بدون ترخيص داخل مخزن غير مرخص للأعلاف الحيوانية، وضبط مجزر وصيدلية بدون ترخيص بداخلهما أكثر من 15 طن مقطعة دواجن، كما تم ضبط طنين و750 لتر أدوية بيطرية بدون بيانات بنطاق محافظة الشرقية، وضبط 5 مصانع بدون ترخيص تحوي 42 طن حلوى ومستلزمات إنتاجها، إضافة إلى نحو 17500 قطعة أواني بلاستيكية ومعدنية منتج نهائي جميعها بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية بنطاق القليوبية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.